الأسبوع اللي جاي امتحانات الثانوية العامة، البعبع البعبع والدروس والفلوس والتوتر اللي بيواجه كل بيت مصري، ودايما الآباء والأمهات بيسألوا يعني إيه هنعمل ايه، ويا ترى الفلوس اللي دفعناها هتجيب مجموع ولا مش هتجيب مجموع، وخش ذاكر كفاية ان احنا واخدين من قوتنا علشان نديك دروس، والولد او البنت كفاية ضغوط انا عارف، سيبوني اذاكر سيبوني اركز. الفترة اللي جاية محتاجين ايه؟ كم يوم او كم ساعة اللي قبل الامتحانات دي محتاجين ايه من الاب والام؟ ومحتاجين كمان حقيقة روشتة هدوء نفسي كده للطلبة. خليني أرحب على التليفون معايا دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي. يا دكتور محمد مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا بحضرتك دكتور محمد، أهلا بيك. دكتور محمد، دور الأب والأم في الكام ساعة اللي جايين دول إيه؟ تجاه ولادهم طلبة الثانوية العامة، ومحتاجة من حضرتك كده روشتة هدوء نفسي للطلبة. اتفضل. إن شاء الله. أول حاجة إنه بنقول للآباء والأمهات إنه ما يعرفوش إن الثانوية العامة معركة أو بعبع أو شيء مخيف إحنا داخلين عليه. الثانوية العامة سنة زي كل السنين مهمة، بس ما هياش لا هي رعب ولا هي معركة ولا هي خوف، ولا هي زي ما بيفكروا إنها دي بتحدد مصير الإنسان طوال حياته، لأنه لما بيبقى المعتقد ده كده بيبقى فعلا في حالة رعب شديد، إنه أنا مقدم على حاجة هتحدد مصيري طول حياتي. لا، انا هو داخله مصيري حرب مش داخله امتحان. داخله حرب بالظبط كده، هي مش حرب، هي سنه دراسيه زي كل السنين. لو دخلناها هاي. بهذا التصور بتقل كتير من درجات القلق عند الاهل وعند الاولاد. الحاجه الثانيه اللي بنقولها للاباء والامهات لا بس ان تقول هم لهم ايه يعني؟ ما هو خلينا نتكلم كلام موضوعي يا دكتور محمد. انا اتفضلي. لو ام عندي ولاد في ثانويه عامه، مش هكذب عليك حبال، انا متوتره، ازاي ايوه ما اوصلش قلقي ده لابني او لبنتي؟ احنا بن الاول نشوف يعني تاثير القلق ده هيبقى ايه، علشان نعرف احنا هنبذل مجهود عشان نقلله ولا لا. خد لازم بالك القلق غلط. ليه؟ اتفضل. بالظبط كده. هو في درجه من القلق بتبقى مقبوله ومتوقعه في مثل هذه الظروف، ايوه انه الشخص لما بيبقى داخل على حاجه مهمه ايوه بيبقى يعني قلقان شويه عشان يؤديها في احسن صوره ويحقق منها احسن نتائج. ده قلق بنقول انه قلق طبيعي، وده بيزود مجهود الطالب وبيخليه يبقى حريص على الحاجات اللي تخليه يحقق نتائج كويسه. لكن لما درجه القلق بتزيد هنا القلق بيصبح عائق لكل وظائف المخ، يعني بيعوق ممكن التفكير. الأب والأم يبقوا سبب في إعاقة تفكير الطالب. التفكير والذاكرة والقدرة على حل المشكلات كل دي بتقل مع ارتفاع منسوب القلق أو درجة القلق. فإحنا القلق الطبيعي اللي حضرتك متوقعاه في مثل هذه الظروف ده كويس، وده بيؤدي إلى تحقيق محمود. نتائج أفضل. تمام. محمود، أيوه. لكن الرعب الشديد بقى وطول الليل والنهار قوم ذاكر، وطول الليل والنهار نقد وتوبيخ، ومقارنة بقى بابن عمه وابن خالته ايوه وجارهم والحاجات، فالمقارنات ممنوع. التوقعات العالية المبالغ فيها ممنوع، السقف يعني العالي ده بلاش منه. بلاش منه، يعني السقف نقول العالي ده في نقول كل انت حاجة مضر الحقيقة. احنا عارفين ان انت هتعمل اللي عليك وهتحقق ايوه نتائج ان شاء الله مشرفة، لكن ما يتقال نقولوش كده من دلوقتي، يتقال كده. دلوقتي قال كده، لكن الغلط نقول له ايه، انت ما تنقصش نص درجه، ما ينفعش يقع منك ولا درجه. ايوه فده بيعمل رعب، لانه العقل الانساني ليس عقلا كاملا، يعني ايوه في درجه من الخطا وفي درجه من النسيان، كل طبعا ده موجود طبيعي. ايوه فلما تجبر العقل على انه يبقى كامل وانه ما لا يخطئ اي خطا ولو بسيط، هنا العقل بيشل تماما ويفقد سيطرته. هيهنك. بالظبط كده. ايوه يبقى المقارنه لا، التوقعات العاليه لا، الالحاح المستمر على المذاكره، وان هم طول الوقت عايزين يشوفوه قاعد على الكتاب، بيمنعوه ان هو يخرج، بيمنعوه ان هو يقابل اصحابه، بيمنعوه ان هو يقوم يستريح. فالحاجات دي كلها هنطلبها من الاباء والامهات، وان هم يطمنوه
انه ده ابنهم وبيحبوه. طيب. وكل اللي يقدر عليهم يتقال له انت كويس، انت ذاكرت، انت عملت اللي عليك، محتاج تنام كويس، محتاج تفضي دماغك، محتاج تبقى هادي نفسيا، واحنا راضيين بالنتيجه ايا كانت، ما دام انت عملت اللي عليك احنا راضيين بالنتيجه ايا كانت. الله، الجمله دي حلوه قوي، حلوه قوي الجمله دي. طيب دكتور، طمن ويهدى الايام. دكتور محمد، ده فيما يتعلق بالاخوات او الاب او الام، الاباء والامهات، رشدت هدوء نفسي كده للطلبه، للطالب. كويس قوي. اول حاجه انه الافكار السلبيه ما يرددهاش في دماغه، وما يسمحش ان هو يقعد يتبادلها مع زمايله، انه الامتحان السنه ده هيجي صعب، ان احنا مش عارفين طريقه الامتحان هتبقى ازاي، انه المجاميع السنه دي هتبقى عاليه، انه مش عارف مش هنلحق الكليات اللي احنا عايزينها. كمان في مفهوم عايزين نصححه في عقول الابناء الطلاب وحتى في عقول الاسر، انه مفهوم كليات القمه وكلمه كليات القمه ده مفهوم كاذب وخاطئ ومش موجود غير عندنا. كل الكليات كليات قمه، مفيش كليات قمه وكليات قاع، وانه لو ما لحقتش ما يطلق عليه المجتمع او الناس كليه قمه يبقى انا كده فاشل، ويبقى انا حياتي ضاعت ومستقبلي ضاع. انه نحترم كل الكليات، والحاجه اللي الطالب هيقدر عليها دي هتناسبه، والحاجه اللي هو بيحبها يدخلها. خلينا نقول حضرتك بدات للطلبه كلام جميل جدا، شيل من دماغك الافكار السلبيه اللي تقول لك الامتحان هيبقى صعب، انت مش هتقدر تحل كل الامتحان، اكيد هتغلط. يحط افكار ايجابيه شكلها ازاي يا دكتور محمد؟ بالظبط، انه انا 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 يعني زي ما نجحت السنين اللي فاتت هنجح السنه دي. وانا المجموع اللي هجيبه هدخل كليه مناسبه ليا، وهتفوق فيها مهما كانت هذه الكليه. وانه انا مش هقارن نفسي بحد، هقارن نفسي بنفسي بس. وانه انا يعني وأنا عملت اللي عليا. ايوه علي. بالظبط كده، الثقه بالنفس دي مهمه. بقى الثقه بالنفس، عايزين انه الطالب يمارس قدر من الرياضه الخفيفه كل يوم، لان دي بتخفف التوتر، بتخرج الطاقه السلبيه. ايوه، يمارسها في البيت كبعض التمارين الخفيفة من وقت للتاني. أيوة. انه يخرج يتمشى شوية. انه كمان لما يحس بالملل او الضيق او شدة الاعصاب يكسر، يخرج لمدة ساعة او ساعتين يتمشى في مكان مفتوح ومكان مريح. الله. يتمشى لحد ما يحس انه الحالة اللي هو فيها دي راحت، الحالة العصبية اللي هو فيها راحت، او يقعد مع حد من اصحابه او الناس اللي هو بيحبهم يتكلم معاهم شويه. محتاجينك تبقى معانا على الهوا في حاجات كتيره يا دكتور محمد. ان شاء الله. الحقيقه اتشرفت بيك دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي. اعتقد انه نقدر